واش داني نحل فمي؟ اشرب. مرة تقول عنكم يا حكيم بالهنا والشفاء. نشكر الحكم اللي بعثك ليا. درك اسمح لي اسمح لي نرتاح شوية. غدوة صباح عندي قضايا كثيرة. لا لا صباح ولا مساء. من هذه الليلة راك في راحة تامة حتى تكمل الأشهر كله. شهر؟ نعم بيه. ومصالح الرعاية شكون بها؟ شوف انت. شهر غدوة تتخلط في المحكمة سافيها على عافيها. اشرب اشرب. ربي يستر. قالك يا سيدي تلك حمير تياهو في الصحراء زوج تياهو والثالث راه مقابلني. تجحى جيد دندا وحده. يا درويش يا درويش مازال ما بديتش الحكايه. لا لا راني نضحك على الدولة. قالك يا سيدي اشعب الطماح قاصدين وجماعة قالوا له كاش ما كاين عرس هنا اكتب عليهم. قالك كاين غير في الدورة وما راح هو خمم. قالك بالك كاين صح راح جبقهم.
والله يا شحال والله تزيد لنا وحده. طلق له انت ما جيب وحده بوكادي. يا سيدي دايما ما اشعب الطماه خارج مع ولده من العرس شرع يده وعطاه كف قال له اخي قلت لك ما تشربش الماء كي تعود تاكل باش ما تشبعش. قالوا لا يا بابا انا نشرب الماء باش نحشر الماكله. زاد شرع يده وعطاه كف قالوا انا ما قلت ليه. دبر راسك يا القاضي مصالح الناس ما لازمش تعطل. يا سيد الحاكم أراك تشوف في حالتي ما تعجبش والحكيم قال لي لازمك شهر راحة على الأقل. الدعام الدعام إذا حبيت المهم دار القاضي تبقى مفتوحة. هذا موت هذا زواج هذا إطلاق هذا هذا ورث اللي لازم تقسم بين الناس. المهم مصالح الناس لازم تستمر يا قاضينا. عندك الحق يا سيد الحاكم لكن شكون اللي تشوف فيه يصلح لهذا المنصب من غيري؟ ابحث تلقى. حاضر حاضر يا سيد الحاكم. سكوت حضروا رواحكم وما تكلموش حتى 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 نقولكم سيد قاضي جاي. يا جماعة راني مريض ولازمني نرتاح والراحة نتاعي ممكن تطول. وانتوما أموركم لازم تستمر ولازم واحد يوقف عليها من خلافي. على هذا راني عيطت لكم باش نسمع رأيكم ونتشاوروا في هذا الأمر. أنا نظن الكبير في السن. أنا نقول الكبير فينا ما نجاه وأنا رأي الكبير فينا قوة. أنا نقول الكبير فينا اللي عنده العلم. وفي رأيك يا جها شكون قادر يخلفني؟ يا سيد القاضي هذه داري تبق فيها العدل والعادل في الناس هو أحق لهذه المسؤولية. وشكون العادل فينا في رأيك؟ سيد القاضي العادل هو اللي ما يفرقش عندما يحكم بين الناس بين الكبير والصغير بين الغني والفقير بين القوي والضعيف بين العالم والجهل. اللي هو انت. من اليوم راني عينتك قاضي تخلفني في هذا المكان. اها واش داني نحلف امي؟ جحا يحكم في غيابك؟ ما لقيتش أعقل منه يا سيد الحاكم. كوني غلط أنت المسؤول يا القاضي. بعد الحكمة اللي انطق بها يا سيد الحاكم ما ظنيتوش يغلط. جحا نعرفوه بالحكايات والنكت. أهلا وسهلا تفضل يا جحا كجديد. يا جحا ما تحرم السيد الحاكم من ضحكة. هادي على رقبتكم يا سيدي. يحكيوا مرة على واحد السلطان من السلاطين العهد القديم باش يعمل البشاع. غلط واحد نهار وهداولو المرايا في عيد ميلاده. هو غلط وشاف روحه في المرايا. المرايا من الخوف رجعته أبشع من البشاعة. السلطان اتغشى وطاح في غيبوبة. بعد مدة ارتاح أمر وزيره باش يقلع كل المرايات اللي في القصر. سألوا الوزير حينها عليه. قال له يا وزير كل ما نشوف روحي في المرايا نتألم. حينها بكى الوزير وقال له وانا يا سيد السلطان اللي نشوفه قدامي كل يوم واش قادر ندير. هذه خليها وغدوة نجي نديها. الله يبارك. وانتي لونجة ما تشري والو السومر. العين تصيرة وليد قصيرة. ادي واش تحبي وكي تحالك الفاتحة كي تخلصيني. لا بنت امه انا كون ندي لك حاجة تتحتم عليا نبيع واش عندي في الدار باش نخلص لك دينك. وراجلك ما يشري لكش. العيد قرب وننسى كل شناو. ايه واش نقول لك يا امرأة كي كنت بقيمتي وشاني كانوا الخطابة مدارين الطابور عند باب داري. كي جيت نختار صرات لي كي لعمة شاف الشمعة قال هذه هي الشمس. صح صح ايه صح صح
كي اليوم يستعقل ويعمر لك الدار. انتي منك صح لو نعرف يرجع نستنى في الثلث الخالي. بصح لو كان تخليولي الحويجات بنص دينار انا نسعد بهم، وانتو ما تروحوا فرحانين على المزية اللي درتوها. تهليهم والله غير تديهم. لون جمرت شحا تستاهل كل خير. خيركم سابق، خيركم سابق. بصح هو وكيلو ربي احنا نروحوا ابقوا على خير. بسلامة وساعة ساعة زوروني حتى لو كان ما نشريش، على الاقل شوفوا وجوهكم ونشل العينية بسلعتكم. شوفي يا زهر ديبة راكي ديبة من دينارين رجعوا بنص. قولي لي انتي مرت من التجار. وين بها سيد القاضي؟ رايح نرتاح، نتهنى منكم ومن مشاكلكم. ترتاح؟ هي رايح للبادية نشرب اللبن، ناكل التمر، نسبن المجمر. وشكون اللي راح يخربك يا سيد القاضي؟ شكون غيره؟ اجحا. برك برك برك. هيا هر 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 هر. اخله دربابة، اخله دربابة. اوي قصر، اوي قصر. اوه القاضي ما يعرفش يقصر. الليلة نتعشى بالقطران، نرمي روحي من فوق السطح نتاع داري، نرقد روحي في الغرقة، ناكل التبن ونشعل النار في كل شيء. أنا كل هندي به بقشوره، ندهن جلدي بالحنتيت، أنا أصبغ شعري بالزبل نتاع الزويل، نخبط راسي للحي تشوفوه لوزي ولا لا. وأنا واش خليتو لي نقول؟ واش ندير أنا ندير اللي ما يندارش. أنا ناكل طاجين قنفود شارف مسقي بالجران. أنا وقيلها وقيل انت غشاو. غشاو. سمعت يا لونجا؟ سمعت. رجلي بسلامته ورجع قاضي شهر برك من بعد. واش بيك تنتقي فيها بهذا الصيفة؟ تقول سارقها. حاشا يا جحا، تستاهل اكثر من هاك. واش من هو لونجا واخذ على خاطرها منك؟ يا جحا يا حبيبي، انت ثاني ما تقضي ما تشري للدار، ما تتهلا في الدار. ما نقضيش. اجلس. ها اجلس. انني قاضي يا معشر الناس وامور الناس اولى، هكذا تقول المادة الاولى من قانون المدينة. واللي حب يشبه لله ما يقول اح. افهمت؟ اللي ما يعدلش في داره ما يعدل في ديار الناس. اكتب ازاري الناس كامل رد عليهم غير هادي. هين علو الشيطان يا جماعه. من المفروض اليوم نفرحوا، وانا الليله جيت معول نفرح ونتعشى. مرحبا بيك في كل وقت، راك جارنا. جاري صح، بس في بيت القضاء لا أعرفه ولا يعرفني. أفهمت يا هذا؟ نعم، بديتني من ضرقك. سكوت سكوت، هيا حضروا رواحكم وحكموا فوقكم حتى نقولكم. سيبقى في شيء. وقف جلوس. بسم الله نفتح الجلسة. واش كاين الكتب؟ القاضية الأولى يا سيدي القاضي.
هي قضيه سرقه جحش من دار الخفوز بوش كايف. نعم خفوز بوش كايف هو اللي سموه جحش. ها لي سموا حسونه. حسونه واش نقول حسونه يا سيد القاضي؟ انا ما نقدرش نسرق، انا ما تربيتش على هذا الشيء، ما نسرق ما نكذب. هيكي كنت صغير كان بابا الله يرحمه يقول. وانت يا خنفوس كيفاش عرفت باللي حسونه سرق لك الجحش؟ وشنو هو دليلك يا سيد القاضي؟ خرجت الصباح قصد السوق، رحت نركب على الجحش تاعي ما لقيتوش، ناديته باسمه ما ردليش. يا سيد القاضي خرجت قدام باب داري النادي مره زوج، رحت نحوس عليه لقيته خارج من باب دار حسونه. صح صح يا خنفوس، صح صح. وانت يا حسونه واش تقول؟ لا 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 يا سيد القاضي، اللي خرج من داري جحشي ماشي جحشو. انا كي نادي الجحشي نصفر له، وهو كي نادي الجحشو يعيط له. احفظ التصفيره وعادي يصفر الجحشي ويخلي جحشو مرتاح، ويصفر الجحشي يتسوق به. اجلس يا حسونه. الكاتب روح قدام الباب. خلصنا ولدي، روح قدام الباب وخبرنا. صدقت. خنفوس نادي الجحشك. لدهم لدهم سيدقاضي سيدقاضي أول حمار روح قدام الباب. وانت يا حسونه سمعنا تصفيرتك. واش ما تعرفش تزفر؟ هو الحق يا سيد القاضي، مرتي هي اللي تعرف تصفر، انا نعرف نجر ونركب الحمار. وراهي مرتك؟ طلقتها وراهي في دار باباها. والجحش ديته معاها؟ محكوم عليك يا حسونة 3 أيام حبس تتعلم فيه متظفر. ما اليوم يا جماعة رانا خارجين الطريق، رانا خارجين القانون، خارجين على شحا. من غدوة الصباح نبدأ العملة الأولى، واللي راح تخلي شحا يندم على النهار اللي نزاد فيه. سيد القاضي واش تصرخ؟ واش العياط؟ واش وراك يا كاتب؟ ما 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 سكوت. هيا حضروا رواحكم او وحكموا فمكم، ما تكلموش حتى نقول لكم. جلوس. طلقني يا شها، باغي نطلق. شوف يا سيدي، علاه تزوجت بيك باش نطلقك؟ ما بقات 10 يا شها، طلقني. كيف جاكم اليوم كل عطلق؟ غدوة إن شاء الله كل زوج يجيب ثبوت الزواج وشاهدين وعلى الضالين آمين. وبرك ها؟ واش رايكم؟ الحكاية مشات كي النار في التبن. ما كنتش عارف كيفاش الناس قادرين يشريو زواجهم 200 دينار. لو كان سدة شوية في السماء بركة كانوا سكان المدينة كامل يطلبوا الطلاق. غدوة نبداو العملة الثانية. كيف يا وادية؟ ما سمعتش؟ واش؟ جيراننا قريب تطلقوا اليوم. استر ربي. ربي بقى يستر. يا الحواسي قالت له نطلقوا، عطيونا الدرهم وبعد نعاودوا الزواج، وحكمت الحمى قريب قتلها.
غير ربي اللي استر انا اللي فكيتهم. هي شوف سيدي صارت لها قبل دراهم. هذه هي الفخة. 100 دينار ذهبي، 100 دينار ذهبي يا شحا، واش رايك؟ يرحم داك الفم. راني راني راجع. حبيت نقول نديرو كيفهم. اطلاق 200 دينار ذهبي، الفاهمة قالت لك المهم الدراهم، نطلقوا ومن بعد نتزوجوا. ما جيتك على هذا الشيء، جيتك على مسألة أخرى. واش من مسألة؟ قولي واش من وقت لحق القافلة نتاع الهند والصين اللي معبية ذهب وقماش والزويل؟ كي العادة، غدوة مع الفجر. مليح، ملا غدوة على الفجر تجي معايا مشوار. على بركة الله. أسيد القاضي. يلا. أنا قاضي هاد المدينة. متشرفين سيد القاضي، تحت أمرك. وقول لي أشحال متعودين تدفعوا ضريبة الدخول المدينة؟ 30 دينار ذهبي. المرة هذه طلعت راهي 200 دينار ذهبي. هذا كثير يا سيد القاضي. الله غالب، أوامر سيد الحاكم، بس احنا نقدروا نتفاهموا. واش رايك تبيع لنا السلعة قبل ما تدخل المدينة؟ ها؟ هكذا ما تدفع حتى فلس. موافق، أعطوني 100,000 دينار ذهبي. موافقين. القافله ماشي من عوايدها تتوخر. راني نشم في القرص. راهي جات القافله. الحمد لله يا رب العالمين. شفت راه شكون اللي راهو على راسها؟ شوف اشحا يا جماعه، قلت لكم باللي راني نشم في ريحه القرص. السلام عليكم. وعليكم السلام. واش راك تدير مع القافله؟ انا شاريين. تفضل. واش فيها القفله هذه؟ الذهب من الترك، القماش من الهند والصين، التوابل والعطور على انواعها من مراكش. اذا فيه مشتريه السوق مفتوح. اشكون قال؟ شحال راك طالب؟ 200,000 دينار ذهبي. 200 واش؟ 200,000 دينار ذهبي. السومة؟ السومة تطلع اللي تتلموا المشترية. أشكون قال؟ أنا نشري، أنا نشري. 300,000 دينار ذهبي. أشكون قال أسيد؟ 300,000 دينار ذهبي. أنا تني شري. أشكون قال؟ 400,000 دينار ذهبي. حرام عليك يا شيخ، حرام عليك، حرام عليك. طالب نرد مرتي. علاه؟ طمعوني 200 دينار ذهبي، طلقتها. اعطوني 100 وكيت لي حقي، نكروني. اللي يطلق بالطماع يتزوج بالغرامه. غرامه 100 دينار ذهبي متبقى على كل من طلق هاد اليومين، واللي ما يدفع ما هو متزوج. دفعي. الحمد لله كي جات سلامات. رجع القاضي وفكني من هذوك العقارب. هاو كاش ما جنيت من هذا الوخذه؟
جنيت الحكمة والعقل وأصول ممارسة القضاء والعدل وإحقاق الحق. بات مع الجاج صباح القاقي والمفيد. واللي قلت ماهوش مفيد؟ نقصد يوكل يكسي. ما يوكل ما يكسي، يجوع ويعري. تقاضي انت، حكموا بك العرسة شهر ومن بعد رجعت كيما كل الناس، ما ربحت معاهم غير العيب. لا، حاولت نصلح بينهم. لي أزني ما بنا لي قصر، واللي كرهني ما بنا لي قبر. وامسيني وامسيني يا رفيقة العمر، وكوني معايا شوية حليب وشوية تمر. يلا اك اك اك. يا أهل المدينة يا حضار، الحاكم راهو يخبركم بهذه الأخبار. قاضي المدينة راه مريض الله يشفيه، والحاكم بعد ما شاور العاقل والفقيه راه قرر باش يعين قاضي جديد يحكم بين الناس بالعدل والمساواة وينوب بالنيابة عليه. وراه اختار جحال المرة الثانية. من هذا النهار جحاره قاضي حتى يبرى قاضينا الله يشفيه. يا أهل المدينة يا حضار، حاكم المدينة راه يخبركم بهذا الأخبار. سمعتوا؟ سمعنا. جحا قاضي جربوا ما نفاش، ما يليقش ما يقدرش. يا لطيف يا رب يستر. جحا قاضي منو العدل؟ ما بقاش حقه شي، ما يتحملش. جحا قاضي هذا ظلم وجور. هذا خلات اذا جحا قاضي وزيد عليه الحاكم اختار جحا في مكان القاضي. جينا على عينو العورة، يعني انا وانت ما نقدروش نكونوا قضاة. اذا ما كناش حنا اخر واحد في المدينة قادر يكون قاضي الا جحا. يلا راهو باطل. علاه اسكت. جحا ما يخدرش، يقولوا عنده الحيلة، بصح الحيلة وحدها ما تكفيش. عندك الحق صاحبي، اذا جحا هذاك المتسول الطلاب اللي بيع فيه ورق مكتوبة بالغش والكذب ومسميهم هو كتب، قدر يغفل الناس ويكون محتال، فما بالك يصير قاضي ويحكم بينهم. يا خلات جحا قاضي درنا فيه الشر، درك يبعث حراس الحاكم يلقيو علينا القبض. يا ويلي انا نلم حالي وعيالي ونرحل. لا محال، ولو جحا يرجع هو الحاكم وراه ديما. هيا جماعه روحوا نشوفوا شحال في داره. حبيت نقول في دار القاضي. يلا والله حبسوا نشبعوا فيه الساء شت مسبان قبل. الله يغروا الكلاب تجروا. امين. ربي يخليه كوره بين الذكوره. امين. الله تخلى داره ويتكسر حماره. امين. الله يعطيه السل الدايم ومرض القوايم. امين. الله يعطي له مصيبه ومرض غريبه. امين. الله يعطي له خبطه لا طبطه. امين امين يا رب العالمين.